بسم الله، النهارده هنتعرف على باليت ظريفه اسمها فيفرت من ويندوز. هقول له انا عايز باليت فيفرتس. دي عباره عن ايه؟ دي ممكن يكون في حوائط انا بستخدمها كتير، او في دوار بستخدمها كتير، او في اي حاجه مثلا ترابيزات بستخدمها كتير، فهحتفظ بيها بالقائمه هنا. يعني ممكن مثلا الحوائط ديت انا بستخدمها كتير، فاجي هنا اقول له ايه سيف كارنت سيلكشن واسميها مثلا اول 1 مثلا. تمام، اوكي. اي حته مثلا انا اخترت الاعدادات بتاعتها وظبطتها وخلاص انا موافق على الحته ديت، رسمت الحيطه. ممكن بعد ما ارسمها اروح اعمل على سيلكت واقول له انا عايز الحته دي تبقى معايا سيف كارنت سيلكشن واسميها مثلا وول 2. اوكي، ممكن في اي وقت اعلم على الحته ديت واقول له خليها لي حته رقم 1. يعني اعلم على اي حيطه موجوده واقول له خلي الحيطه دي مثلا حيطه رقم 2، او ان انا اعلم على حيطه رقم 2، اعلم على حيطه رقم 2 واقول له انا عايز ارسم الحيطه ديت، فيرسم الحيطه رقم 2. تمام، اقول له الحيطه رقم 1، اعلم على الحيطه رقم 1 واجي ارسم الحيطه رقم 1، تترسم معايا بالشكل دوت. فهي بتسهل لي، بحط هنا الحاجات اللي انا هستخدمها كتير. تمام، وممكن اسميها الاسامي اللي انا عايزها واقول له سيف فيفرت، سيف لي القائمه دي كلها بحيث لو انا حبيت ارجع لها في اي وقت، اي مشروع تاني او بعد ما استطبت البرنامج تاني عايز ارجع للقائمه دي بتبقى معايا ارجع لها في اي وقت. وممكن احط مثلا دور